في ما هو فيه كثير من دعوة واضحة لبدء الإصلاحات، تلك التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل على لسان أمينه العام المساعد. إصلاحات يرى الاتحاد أنها لا تقبل التأجيل وستزداد تكلفتها كلما تأخرت. أهم ملف الآن مطروح على طاولة الاتحاد هو الاتفاقيات السابقة والتي لم تفعل، ملف العودة المدرسية واستحقاقات المربين وإصلاح المنظومة التربوية وإصلاح منظومة الصحة ومنظومة النقل. هذه الملفات الكبرى، فضلا بطبيعة الحال عن العمق والبعد التنموي للدولة. ويرى مراقبون أن الخروج من أزمة الحوار بين اتحاد الشغل والحكومة يتطلب تنقية الأجواء وإعادة التواصل بين المركزية النقابية والحكومة. قدر الاتحاد أن يتمسك بالحوار وأن يأخذ بعين الاعتبار الحراك الداخلي والمطالب المنادية بحلحلة موقف القيادة النقابية. في المقابل الفجوة تتسع، والمؤشرات الأولية تفيد بأن الأمر لن يتغير مع رئيس الحكومة الجديد، طالما أن رئيس الجمهورية لم يعدل بوصلته ولم يغير موقفه من المنظمة الشاغلة. وشهدت العلاقة بين اتحاد الشغل والحكومة تباعدا في الأشهر الأخيرة بسبب إضراب أساتذة التعليم الأساسي بسبب عدم إرجاع أعداد امتحانات التلاميذ لاحتساب معدلاتهم، الأمر الذي تسبب في تراجع نسبي في شعبية الاتحاد. تتواصل أزمة الحوار الاجتماعي في تونس في ظل تعقيدات اقتصادية متتالية يعيشها البلد منذ سنوات، أزمة يرى مراقبون أنها لا تقتصر على الحكومة، بل إنها مؤشر على ضرورة إعادة اتحاد الشغل النظر في فلسفة علاقته بالسلطة. سيف الدين العامري، سكاي نيوز عربية، تونس.